الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى جواد كريم، ملك بر، رب رؤوف رحيم، فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر المجاهدين في كل مقام. اللهم انصر المسلمين في كل مقام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الشرك والمشركين. أعداك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم عباد الله، رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.